اشتري قلب هموم ما نايم، ويبيعني قلب من الهم خالي. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخبارك؟ تمام؟ قلت لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن لدخل تيك توك وسوي رياكشن كالعاده يعني. ف بسوي لكم اشتراك، سويتوا بجد على الدروس، تابعوني عليه كامل، تابعوني على بعد، وليتس جو نبدا المقطع. اي احد عنده فكره يبعث لي على انستغرام، يبعث لي على اي مكان، يبعث لي صراحه زقت معي انا ما عندي اي محتوى. بس يلا ليتس جو. طبعا ما بطلت على زقت. Look at me. يعني ما اعطيك انا بدي ابلش ما اعطيك ما اعطيك صراحه. الحلقات اذا ما تشحن الحجاب بتكون بطل صراحه. انا تعجبني روان ذباتها مره بطله، تعجبني صراحه. يوم سبتي يوم تحت تخرجت من وشو؟ بالجامعة. اوكي اذا من الثانوية وين؟ انا عمري 16 سنة بكون متخرج، لكن هذه بطلة تعجبني، كاد انا مرة تعجبني صراحة، كنت ما اطيقها لكن الان تعجبني. ما توبنا يا محمد والناس كلها شهودي، حبك تن محمد عيوني يا حمود. الاغنية تعجبني لكن هي ما اطيقها، ما اطيقها لو مدري وش اسمها. ما عندها رقبة يا عيال، رقبتها كذا ها شو. وين قديدي؟ هذي نفسها نفسها البيبي صح؟ نفسها حور. خلني شاكت بس. ما اطيقه قسم بالله، صرت ما اطيقه ابدا. ليش ما ادري، مره ما اعطيك، وخصيصا باخر جزئين لهم كرهت كرهم مو طبيعي. انا حضرته من الخامس من ايام محسن، تابعت الانتاس التاسع تاخرا في سنه، تاخروا رمضان، رمضان ثاني نزلوا في بويات مدري وشو. مسلسل تعبان بالمره. المسلسل الوحيد اللي حبيته فيه بوي فوزي سندس، وكانت البوي بوي بس بنت. اوكي بوي بنت، الشيء الوحيد انها بوي انها محلقة، هذا الوحيد اللي فيها، ولكن مشاعر بنت، كل شيء بنت. واكتشفت انه فيها مرض برص، الله يشفيها يا رب. Be alone, baby. الحين الحين بسأل سؤال، سألت كثيرا، بس ما تستحون انكم تصورون ذي المقاطع في الشارع؟ انا شفت ان عند نجار قاعد يصور، خواتي قاعد يصورونه. يا اخي ما تستحي، انا عيال احيانا اصور سنابات اني اخجل، انا اخجل من حال قسما لما احد يجي افصل سناب، يعني اصور دائما وخلي ما حد يشوفني، والله كذا احس اني مدري ايش احس، لكني يا اخي استحي يعني. كل ما عندي الله يعين. يا عيال هذا انا شفت المقطع اكثر من مره بس ما فهمت وش سالفته، والله ما فهمت وش سالفته. هذه لا تعالج عندها صدقني، تفتح لك تشات جي بي تي صدقوني. شخص بطيبته ما في افدي قلبها الصافي، من يشبهك يا ما شاء الله ما شاء الله. مبروك التخرج، طبعا ما اعرف ايش يعني التخرج، لكن مبروك، مبارك النجاح، واتمنى ان يجعله الله على سبيل الدوام، مثابرتك الدائمه وعملك المتواصل يؤهلك للتفوق. مبارك. هذه سوالف، لكن مبروك التخرج. واخوه مره ليجند، قام بدور دور اخوه ودور ابوه ودور كل شيء ما شاء الله عليه. Les
كاتبه بالكابشن اشكر ماما لانها مسكت الجوال لنا. الغدوه الحسنه صارت سيئه. الشخص الوحيد اللي لازم يعلمك انه ذا الشيء صح غلط مشيك على الغلط. صح انت قاعده تعيشين، ممكن تعيشين امك وابوك وعيلتك والقبيله كلها، ولكن يا ماما صدقيني جهنمي 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 اذا كملتي، لانه ما يصير حرام. يا ابوي انا ما اكتب ميم الا للمراقب ساحب الورقه. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظكم يا ربي لكم بعد. ما شاء الله ما شاء الله. ممكن هي المسلمة بس، ترى الإسلام مو بس اسم، تستر تبرج زنا، ترى تعتبر الرجال شم ريحة المرأة تعتبر زانية. حلو الإنجاز لي ولأهلي ولأمي لأبويا. الله ينعم إذا مفتخرين فيك على كذا. الله ينعم إذا مفتخرين فيك صراحة. لا حواجب لا شعر لا عين لا بوي لا بنت لا ولد لا لك. واللي يقول ادعي له الله يهديه، اوكي؟ بس الملعون ما يدخل برحمة الله لو ما ادري وش اسمه. تدرون انه في كثير ناس تفكر انه كذا حرية البحر صدق، واصلا حرية البحر هي كذا كذا قدها اوكي زي السمكة، بس انه يعني ما هي حرية البحر اوكي ما هي يعني. احتفالات زي الفل، ربنا يخلي رامز جلال اللي خلاكوا تعملوا احتفالات الحلوة دي. رامز جلال؟ هو اللي خلى الدنيا كلها تبقى عاملة كده. وضعكم انتم اخذين كل شيء محتوى، ما اصور العمليه تشتغل. لو الف الدنيا لو الف العالم مش ممكن زي غرامك انت. الاقي عيوني يا كورنيه ورموش يا كورن، عيوني يا كورنيه وصلنا لها صراحه حلو عيونها. شو اسوي؟ طيب شو اسوي؟ شو اسوي يمه؟ والله صدق شو اسوي؟ إلى هنا كنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. لا تنسوا لايك والاشتراك حسابتي مجهة تحت صندوق الوصف، تابعوني عليها كامل، تابعوني أسماء بعد، صلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومع السلامة.